فما أزمة ثقة، كما فما أزمة نقاط، فما أزمة مردود، مش باش تصلح في نهار وفي جمعة وفي مباراة. ما جيناش على خاطر مباراة نادي الصفاقسي، نحن احنا جينا فما مشروع عمل لإصلاح وفي تحت ضغط الوقت كذلك، مش معناتها اصلاح على مستوى مدة طويلة مدى البعيد، لا لا لا، نتكلم على اصلاح حيني، كل اسبوع نصلحوا حاجات باش نخرج بالافريقي من المأزق اللي هو فيه. لعبنا اليوم كذلك ضد فريق اكثر فريق متوازن، عنده لا ستابيليتي ومتعدي الفيتاس دو كروزيغ نتاعو، نحب ولا نكرو. الوغ دو زيكيب، واحد ايكيب اون فيتاس دو كروزيغ اللي هي نادي الصفاقسي، وايكيب اون كريز اللي هي كلوب افريكا. حبذا لو صارت النتيجه الايجابيه حتى نكمل العمل نتاعنا بكل ثقه، لكن متحملين مسؤوليتنا. كذلك تو كنت نحكي مع الملاعبيه، كنا نسالوك اجتماع مع الملاعبيه في الفستير بعد الماتش. اول مره يمكن من المرات القلائل اللي اجتماع مع الملاعبيه بعد مباراه اشو، لكن تكلمنا على اساس نتحملوا مسؤوليات الناس كل، على اساس كل واحد يغزر روحه في المرايه ما يرميش الكره لغيره، على اساس كذلك ننتميوا لنادي كبير، نادي عريق، لابد من تشريف المريول نتاعه والشعار نتاعه. وقلنا كذلك احنا في حاجه للمده الجايه، في حاجه لكل لاعب باش يعطي الاضافه، اما اللاعب باش يكون كومبارس مش يكون موجود عندي في المجموعه. لذلك لا مكان في النادي الافريقي الا للاعبين المجتهدين، للاعبين اللي مش يلوجوا على حلول، مش نلقاو الحلول، لانه مش نستمر في الازمه هذه، اكيد في القريب العاجل مش نلقاو الحلول، والحلول موجوده داخل الفريق. خلينا نقول في حاجه الى نتيجه ايجابيه، الى فوز، حتى نعطيه اكثر ثقه للاعبين ونزيد نصلح اكثر ان شاء الله.